يا عمي. نتفت واحد قدامي فول ارمر غلى الراس. انت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا. بس نسيت يا شباب اذكر شيء، انه جليتش ما يزبط الا في الماب الاول، عشان كذا لما قبل ما يبدا الجيم اكتب فوت 1 زي ما موضح في الصوره. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معكم رحمن عبد الرحمن، اليوم رجعت لكم فيديو جديد سرفايفل جيم جليتش تنتين لا نهائي. ويلا ما لحقت ولا شيء، بس المهم احنا داخلين اصلا عشان جليتش، عشان تعال تعالوا شوفوا، اذا شفتوا تعالوا من المنطقه اللي تشوفون منها هذا المبنى. ف انا وين رحت انت؟ المبنى زي المبنى انا وريتك اياه، انا عند المبنى ذاك خلاص. طيب انا الحين رايح لها عند منطقه التي ان تي، هي التي ان تي لا نهائي، اذا اخذوا منطقه التي ان تي. طيب يا شباب ورايكم في هذا، رايكم في الماك الجديد؟ ان شاء الله انه يكون كويس. يعني يجي عند الكيبورد بس باقي غير الكيبورد انتهينا. طيب طيب جينا لمنطقة التي ان تي. طيب شوفون التي ان تي، المكان اللي يطلع منه التي ان تي تكسرون الدرت اللي تحته، شوف تكسرون الدرت اللي تحته وتشيلون بسرعة. جا التي ان تي، اصبر تكسرونه تشيلونه بسرعة وتشيلون تي ان تي على كيفك. وبس هذا هو جليتش. الحين طقطق على احد مين في هذا بنغالي، شوفوا بنغالي الزبدة. هذا هو جليتش، شوف تي ان تي لا نهائي، شوف كيف شوف كيف تي ان تي لا نهائي. الزبدة رجعت شوي. بنحط لكم كذا مقاطع طقطقة بهذا جليتش، وجربوا جليتش واستمتعوا، لا تنسوا لايك وسبسكرايب وفيفريت، واكتبوا لنا سلبيات المقطع في الكومنت عشان نحسنها في المقاطع الجايه، والسلام عليكم.